أوروسكوب مع داليا. صباح الخير وكل صباح وكل مستمعينا بألف خير. إن شاء الله بتكون كل أيامكم فرح خير وسعادة. أما إذا حابين تعرفوا شو مخبلنا الفلك لليوم، ما إلكن إلا تتابعونا من الحمل للحوت. برج الحمل، يوم واعد بالفرص والوعود المهنية، من الممكن أنك تلجأ لاعتماد أسلوب المناورة للحصول على اللي بتريده. بانتظارك لقاءات عاطفية مهمة حيث بتزدهر الصداقات وبميل القلب لوجوه كتيرة وبتحتار بالاختيار. برج الثور، ترفض أنك تتهمش أو حتى محاولة الجميع الاستفادة من نجاحك لا ارتقاء سلم النجاح على حسابك، وخيرا تفعل بكل بساطة. تجعلك جاذبيتك محط أنظار الآخرين، الأمر اللي بيزعج الشريك وبيدفعه للغيرة. تجنب التفاخر فيها أيها الثور. برج الجوزاء، بتلاقي الفرص مفتوحة أمامك لحل بعض المشاكل أو حتى الاجتماع ببعض الأشخاص للتخطيط للمستقبل. تظهر بعض المشاكل والتوترات اللي بتكهرب الأجواء العاطفية، حاول حلها قبل ما تتفاقم. برج السرطان، بتفكر بعملية بيع أو شراء ملكية جديدة، من الممكن أنها تكون لتغيير مكان إقامتك أو حتى مكان عملك. تعترض علاقتك بالشريك بعض الصعوبات ببداية النهار، ولكن سرعان ما بيقدم كل طرف بعض التضحيات وبتتوصلوا للحلول المناسبة. برج الأسد، تنوجد على مفترق طرق وبيكون عليك أخذ القرار الأنسب لحياتك. قوم بحسابات دقيقة قبل البت النهائي. ما بتختلف الناحية العاطفية عن المهنية، حيث بيكون عليك أيضا حسن الاختيار وذلك عن طريق تصرفاتك. برج العذراء، بتقدم الدعم والمساعدة لزملائك والكل بيقدر وقوفك لجنبه ومساندته بأوقات الحاجة. استشير الشريك بالأمور اللي بتتعلق بقراراتك وما تتصرف من تلقاء نفسك، لأنه أنتوا الاثنين بتكملوا بعض. برج الميزان، تستفيد من أوقات فراغك وبتحاول القيام بمشاريع أو حتى نشاطات اجتماعية مع الزملاء. بتفكر بطريقة جدية لحل المشاكل العالقة مع الشريك، وبتلاقي أنه الحل الأنسب بيكون من خلال الحوار وتقديم التضحيات من الطرفين. برج العقرب، بيبتسم لك الحظ وبتوصلك الأخبار الحلوة اللي بتفرح لك قلبك وجيبتك، الأمر اللي بيزرع لك الأمل. ما تحكم على الشريك بطريقة عشوائية، لأنه ببساطة من الممكن أنه يكون حكمك خاطئ ببعض الأحيان. استفيد من عبر الأيام السابقة. برج القوس، تجنب التوتر قدر المستطاع، فهو بيسيء لوضعك المادي المهني وحتى الصحي. خليك رايق وعيش الحياة بهدوء وروية. ما تتسرع بالبت بعلاقتك العاطفية بالأخص اليوم، فأنت غير قادر على الحكم على الأمور بطريقة معتدلة وصائبة. برج الجدي، تبحث عن كل شيء جديد قادر على تلوين حياتك وأطفاء عليها التشويق والمتعة، وبتنجح شرط الانتباه من بناء القصر على الرمال المتحركة. بيضحك لك الحظ وبتعرف مغازلة جديدة وبتستقطب شخص خلاق بتعيش معه فترة كتير رومانسية. برج الدلو، تتسهل اتصالاتك وبتكون قادر على الإقناع وكسب التأييد والثقة اللي حولك. ما تخجل من مصارحة الحبيب وما تتردد لأي سبب من الأسباب بإخباره عن حقيقة مشاعرك أو حتى عن الأمور اللي زعجتك. برج الحوت، بتكون جريء وبتظهر قدرتك على تحمل المسؤوليات الجديدة، لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين بكل نجاح. أو الروابط المهزوزة مع الشريك ودعمها بالحب والمشاعر القوية، لا تزول الخلافات بسرعة ولا تتمتع بحياة عاطفية وصحية. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا لليوم. هيك كانت خبرياتنا من الحمل للحوت، ولكن على الرغم من الفلك نحن قادرين أنه نحدد مصيرنا ونحدد قدرنا عبر اختيارنا للقرارات المناسبة. والباقي يا أصدقائي بيكون عندكم. موعدنا سوا بتجدد بكرة بتمام الساعة 9، أما من هلأ لوقتها فبترككم بألف خير. باي باي. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.